The truss is made of 5 members with a density 7 kg per meter. في البارت A بيقول لي determine the mass of the overall structure، يعني الطول الكلي في الدنسيتي. نقول ان الماس هيساوي 5 ممبر في 4 طول كل منهم في 7، دول 20 متر، ودي 7 كيلوغرام بير متر، يعني 140 كيلوغرام. ولي ديترمين ذا ديستانس دي سو ذات ذا تراس داز نوت روتيت اند ذا بوزيشن اوف ذا سنتر اوف ماس ان ذا واي دايركشن، يعني عايز السنتر اوف ماس طبعا في النص هنا، الشكل سيمتري ده 4 في 4 كوساين 60 اللي هي 2 متر، ونفس الشيء 4 كوساين 60 اللي هي 2 متر، دي كلها 4 فده 2 وده 2 وده يبقى في النص بالظبط اللي هو 1 و1، 1 يمين 1 يسار، كل الأبعاد سيمتري، وده 1 وده 1، يبقى دي لازم تكون على بعد 3 متر from symmetry. السنترويد at 2 بلس 1 3 متر، و هنا 4 دي 60 درجة زي دي، هنا 4 يبقى النص 2، 2 ساين 60، 2 ساين 60 يعني 3 اللي هي 1.73 متر و 1.73 متر، يبقى نحطها فين؟ يبقى دي بتساوي 3 متر هنا كده فوق بالظبط السنتر اوف ماس. بيقول you may understand that one single anchor point to prevent rotation of the truss is unstable. يعني ده unstable لأي هزة صغيرة، يبقى السنتر بعيد عن مكان الأنكر، يعني شوية هوا صغيرين كده، لذلك حلو إن احنا نعلقه بتو أنكرز، بس فين مكانهم؟ بيقول one will be located at B، يبقى لازم التاني يكون على نفس المسافة من السنتر، يعني ده هنا 3 هيعلق هنا على بعد 2، يبقى لازم يكون على بعد 4. find the location of the second anchor point to prevent the rotation of the truss. from symmetry برضو. if one anchor at 2 meter second should be at 4 meter، يعني واحد هنا اهو في النقطة دي كده، المسافة دي متر، يبقى لازم التاني على بعد متر كمان، يبقى فوق الدي بالظبط هنا كده في الحتة دي، يعني above دي، يبقى زي ما هنحط واحد من هنا كده نحط واحد في الحتة دي كده، يبقى بالظبط الاتنين على أبعاد متساوية يمين ويسار السنتر اوف ماس، وبالتالي برضو مش هيحصل روتيشن، وده أفضل من الأنكر الواحد.